كان احمر موهبه في سبيل الله. السلام عليكم. يا لالا عمري مربو في سبيل الله. السلام عليكم. فيديو جديد طنارة تقشاب. مرحبا بأصدقاء طنارة كاملين. فيديو كرغو لي ما عندي ما ندير ندخلو ديريك في صلب الموضوع. كيراكم حبتي ان شاء الله مليحة يجنة. كما تشوفوا قال لك هروب اكثر من 5 رياضيين من البعثة الجزائرية الاولمبية بمجرد وصلهم الى باريس. الله يسر لهم القضية. عاود ثاني نشوف هذا الميكانيكي ما عرفت مالو تيهضر على المهم ما حملش اللقطة نتاع فين ما درت لقاء ميد ان مروك. هنا بريمي فيدونج تاعها، هذا اول فيدونج بنديروه. كل السيارات اللي راهم يجونا مور دروازا، يعني اللي جاي من المانيا ولا من فرنسا ولا من اسبانيا، كل قطاع الغيار تاعهم ميد ان مروكو، يعني المغرب يصنع السيارات ويصدرها من اوروبا ومن اوروبا نشروهم حنايا. يعني حتى فيتراويل فيتراير فيترا غازوال هنا نجبدوهم ونصيبو بريمي فيتر تاعها الاول مخدوم في المغرب. هذا فيتراويل كليو 5 تي سي مايدين موروكو. يعني علاش حنايا ديما عندنا المشكل تاع السيارات؟ مازلنا حاصلين بدراهمات ما كنشري سياره، وفي المقابل جينا سيارات مستورده من المغرب عن طريق اوروبا ولا الاتحاد الاوروبي. هذا مشكل كبير وربي يدير خير ان شاء الله. انا ولات تجيني مشكله عندهم كبيره جدا. تيقول لك اي حاجه تيهضروا تيقول لك بدراهمك بدراهمك، زعما عندهم الفلوس وما تيديروش هذا الشيء. لا هي بقات في الفلوس، راه هذا هو الكلاخ فين واصلين الكراغيله. راه ما بقاش بالفلوس، راه النظام ربى فيكم واحد البلد ان كلشي تيتمشى بالفلوس. لا تيتمشى بالخدمه وبالمثابره، ماشي باش يتمشى كلشي. بيان سيغ سيكونوا شويه الفلوس، ولكن الفلوس بوحدهم ما لايقين لوالو. سلف الخدمه والمثابره والعزيمه وكسيري وزيد له قدام وتوكل على الله قبل من هذا الشيء كامل. من غير راه ما عندك فين تزيد. ما اخو الله اكبر. الجمهوريه الصحراويه قال لي قدافي هو مؤسس الكيان الوهمي وداعمه ابو مدين ركب على الموجه. قال لك من زمان الهكاويين غير بيادق وتيمثلوا دور البطولة. عملها القدافي مش البوليزاري، حتى الجزائريين في الأول ما كانش موافقين. اللي عملها معمر لإحراج الملك وكذا، بعد راح عملية وعلى رأي بو مدين قال ولدت المولود ودفيت لينا احنا أول مولد. عملها في ليبيا قال هذا الكلام لمعمر القذافي شخصيا. قال انت اللي ولدت، انت عملت مشكله الصحراء وزتيت علينا وحطيتها ولبيت عليه. يعترف انها اخطاء. اخطاء شو هي الاخطاء؟ اخطاء تأييد البوليزاريو. ايوه يعني فيه اخطاء هو يعترف بها. زادي يعني اهم ممارسات النظام السابق، فيه يعني اخطاء يعني تاريخ طويل. هو نفسه يقول اخطانا. متى قال أخطأنا؟ هذا كنت مرة أنا وياه فبقى يحكي، قال لحنا أخطأنا في كذا وحدد هذه الأخطاء. أنا واحد من الذين سعوا جدا لأن يوقف تمام هذا الخطأ تمام، وما نشجعش أي انفصال. تقابلت مع الرقيبي هو مؤسس البوليزاريو. كان يجي شخصيا يأخذ فلوس من القذافي؟ لا كان بدعم طبعا بدعم عسكري، لكن ما كانش انفصالي. كانش ان دوله ولا جمهور، حتى في الحلم ما عندهاش. ايوا هما لصقوا فيهم دابا، ماشي في هادو، في هادوك ما لصقوش في زعما هادوك اللي بداوا المره الاولى هاد الشيء، لصقوا في هاد البيادق اللي حدانا. لا سيتياسيون قال لك البرلمانيه ريما حسن عن حزب فرنسا الابيض، قالت لك الجزائر تنازلت عن سيادتها في تندوف، خلاو تندوف اليوم لصالح الجمهوريه العربيه هذيك. مبروك عليك هذا الانجاز الكبير. قال لك هذه كانت تروح الجزائر يستقبلوها بالزغاريت وحاليا عطاتهم العصير. اتندوف de la population du Sahara occidental ressemble un peu à celle des Palestiniens, non ? Ce que je disais, c'est que sur la configuration, l'architecture vraiment de la gestion du camp en elle-même, il y a des similitudes parce que ce sont les seuls camps
qui ont une dimension politique, c'est-à-dire qui sont même gérés, administrés par des entités politiques. Donc pour le Candid Tundouf, c'est la RASD. Polisario, ouais. C'est la RASD. Et ensuite pour les Palestiniens, c'est les comités populaires. Et ce qui est intéressant sur le plan du droit, parce que vraiment moi c'est toujours sur ce prisme-là que j'aime bien aussi analyser les choses, ce qui est intéressant sur du point de vue du droit, c'est que l'Algérie, c'est un cas un peu unique au monde quand même, ouais. Hein. Même les Palestiniens n'ont pas ça. L'Algérie a délégué la gestion, elle a délégué ce qu'on appelle des prérogatives étatiques à une population. Ok, Allah yisallem, Allah yisallem. يعني هناك عملية غش. قال لك كل الدول تعترف بالصحراء المغربية وسادة بقى مغربية هذه بجنون نقاش هذا الشيء. قال لك وأن الجزائر تصطاد في الماء العكر لتخفي فشلها الداخلي. كانت تمارس في الماضي، كانت تقوم بها الدبلوماسية الجزائرية، أنه هذه قضية حق تقرير مصير لشعب. وهو يعني لو الجزائر حقيقة بهمة تقرير المصير لهذا الشعب، أما الشعب الصحراوي موجود وين ما كان، كل الساحل الأفريقي يعني. يعني عنده دولة، ليش ما بتعطي جزائر جزء من أراضيها بتنشئ دولة للجمهورية الصحراوية في خاتو تندو ولا الجزائر؟ هذا توتر. هذا التوتر هو له جانبين. أول جانب هو الأزمة الداخلية في الجزائر، هرب من الأزمة الداخلية، والثاني رد على الاختراقات المغربية في كل أفريقيا، حتى أفريقيا التي تتكلم الإنجليزية التي كانت بعيدة عن المغرب. المغرب لم كان يحقق اختراقات في أفريقيا الفرنكوفونية في معظم الأحيان، ولكن هذه المرة هناك دول كبيرة. الله يزيد ويبارك، الله يزيد ويبارك. الجزائر أجبوا الركاع. بوليزاريو قال لك الجزائر وقفت معنا وقوف الأبطال ولا تتدخل في شؤوننا الداخلية. الله يأتي ندوف القربية. شي هاد هذا هما الصحراوي ديال تيندوف هما تيهضروا ها جمهورية تيندوف وقفت معانا ووقفت معانا موقف الأبطال وقفت معانا موقف الشرفاء الكرماء لا تريد مقابل ولا تفرض علينا شروط ولا تتدخل لنا في أمر داخلي شكرا جزيلا في الجزائر اوتي 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 نحن يوم قال لك ما تيطقش الشروط قال لك كل شيء حرفوه التاريخ القران الانبياء ماذا قال ماذا اعطونا الاستقلال باش هما يتفرغوا للعظماء ناري معاهم ناري معاهم المتجاورين قال لك بامكانها اطعام الجزائر بامكانها اطعام الصين ولا يمكنها اطعام شعبها يمكننا ان نوفر للصين مثل ما فعلت مع البرازيل ان نوفر لها غذائها على اساس التقاسم سامحوني هذا الفيديو خصو يتعاود من الاول نبداو نحن يمكننا ان نوفر للصين مثل ما فعلت مع البرازيل ان نوفر لها غذائها على اساس التقاسم تقاسم المنافع بامكان الجزائر ان توفر غذاء الصين نعم بامكان الجزائر ان توفر غذاء الصين الجزائر عجزت حتى عن توفير غذاء لمواطنيها في جانب منه لان الصين معروفه بانتاج باستهلاك الصويا يعني كمنتوج اساسي من المنتوجات الاساسيه التي يضاف الى الارز. بلادنا لا تسمح بانتاج الارز الا في بعض المناطق المحدوده جدا والمساحات لا تسمح، لكن بالنسبه للانتاج الخضروات، انتاج الفواكه، انتاج الزيوت يعني اقصد وزيت الزيتون وغيرها من 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 هذه المنتجات، انتاج القمح، انتاج الذره لدينا امكانات كبيره. عطروني فراسي هادو ايوا عندها هذا تشوف ها هو قال لك بامكان يوكل الصين قال لك شفار حصلوه في هولندا علاش ديما من نفس الجنسية؟ هيل دايلك ساين ناي نيت ام سوري يا خاد نيت ما تليفون ات مساك ستيلا ايك بن هارد فاك نو فاو ايك بن هيل هارد فور مخ سنتا يا خاد نيت ما تليفون ات مساك ستيلا سيك نيت ما كيندر باي ساين ات خاف نيت ما دون يا اوس اوني باي اندر مانسا بخريبا ناي نيت ثانك يو على فاكينج فاكينج اختر باكس يا خاد نيت مانسا بروف خا لك ويركه فور يور جيلد يا
رواح رواح قال لك اي لا الله باخي المشاكل يا لطيف ويا مشاكل ديال الزبل واو وما بغاش يتسالوا عندهم المشاكل صوت الاذان الله اكبر على الحق بون السلام عليكم بكيف السلام ما شاء الله تكونوا تمام بخير ايسونسيال رانا في مدينه في بلديه الصمعة مدينه البليده معروفه عالميا ودوليا وسيكون في الولايه معروفه خوتنا شوفوا وراه شوفوا ورانا عايشين يا تبون انا داخل في 2025 الناس راهي تطير ليك زوبيا هذه حاشاكم وحاشا قدركم نحس بلوم بها حدي هاوتنا اون بليس دي ساليك هاي لضية المنة بطيبة الصيف الناموس هاوتنا ديروا الناحل ديروا الناحل ورم السلطات المعنية بالأمر يا